صباح الخير طلابي الأعزاء، درسنا اليوم هو حرف الراء. تابعوا معي. من هذا؟ من هذا الرجل؟ من هذا؟ هذا النجار رامي. انظروا إلى حرف الراء في آخر الكلمة. راء فتح ألاف راء. هذا النجار رامي. تابعوا معي. ما هذا؟ ما هذا؟ أحسنتم، هذا مركب. انظروا إلى الراء في وسط الكلمة. راء سكون ر. هذا مركب. هذا مركب. انظروا في وسط الكلمة. من هذا؟ هذا العم رشيد. انظروا إلى الراء في أول الكلمة. راء فتحة ر. ر رشيد. راء فتحة ر. ر ر. ما هذا؟ هذا منشار. انظروا معي. الراء باللون الأحمر في آخر الكلمة. انظروا إلى الراء في آخر الكلمة. راء في آخر الكلمة. رو رو. هذا منشار. إلى اللقاء يا رفاق، مع السلامة.